بسم الله الرحمن الرحيم، مع بعض في المحاضرة التانية لينا في شابتر 2. كنا آخر حاجة اتكلمنا فيها في شابتر 2 المرة اللي فاتت إزاي نحط النموذج اللي هو مديه لنا، اللي هو البروبلم اللي هو مديه لنا، سواء ماكسمايز أو مينيمايز، اللي هو إزاي نحطها في الستاندرد فورم. النهاردة بقى إزاي نحطها في التابلو فورم، ماشي، مع إضافة حل بقى للطريقة. المسألة زي دي كنا عملناها في المرة اللي فاتت، كان قال لي مينيمايز أهي، ماشي يا ابطال، ومديني مسألة ديت اهي بالمنظر دوت، خلاص، وازاي حولناها الى الستاندرد فورم. الستاندرد فورم كانت هي كده. نلاحظ في الستاندرد فورم لازم نؤكد على الحته دي برضو، ماشي، ان لازم يكون الطرف اليمين كله بوزيتيف، لازم الطرف الايمن يكون بوزيتيف، ادي حاجه في الستاندرد فورم. وقلنا اقل من لو في لزان، يعني لو في هنا لزان، خلاص، هنا لو في لزان، قلنا لو في لزان بنحولها ايكوال ونضيف اس واحد اس 2 وهكذا. لو اكبر من، اتفقنا مع بعض، بنحولها يساوي، بس ايه، بنقول ناقص اس 2 اس 3 وهكذا. يبقى لو اكبر من يبقى في ناقص، بس لازم في كل الاحوال الطرف الايه الايمن كله لازم يكون بوزيتيف، ماست بي بوزيتيف، دي حاجه لازم ناكد عليها. طيب احنا دلوقتي المساله دي كنا في المره اللي فاتت حولناها للستاندرد فورم اهي. طيب انا بقى دلوقتي عايز احولها في التابلو فورم. طب احولها في التابلو فورم ازاي؟ اتفقنا مع بعض ان انا في حاجه اسمها بيزك فيرابل. ايه هو البيزك؟ قلنا بيبقى واحد وتحتيه اصفار، او واحد وكله فيه اصفار، ولو في النص يبقى اللي فوقيه واللي تحتيه اصفار. طيب ازاي بحولها للتابلو فورم؟ نمبر 1 احولها للستاندرد فورم، ادي واحده، ادي المحطه الاولى، احولها للستاندرد فورم. وبعدين المعادله اللي ما فيهاش بيزك فيرابل احط لها حاجه اسمها ارتفيشال فيرابل، بنسميها ايه، واحد ايه اثنين وهكذا، اللي ما فيهاش بيزك ادي واحده، اللي فيها سلاك بالماينس يعني كان سيربلس احط له برضو ارتفيشال فيرابل. طيب احنا دلوقتي المساله دي المحاضره اللي فاتت حولناها اهو زي ما انتم شايفين كده، حولناها مع بعض الى ايه، الى ارتفيشال، الى الايه، الى ستاندرد فورم. عايزين بقى نحولها الى الارتفيشال، هنشوف بقى ازاي نحولها الارتفيشال. اولا ده بيزك، ليه؟ هنا في واحد اهو، هنا في واحد، وهنا في زيرو، وهنا في زيرو، يبقى ده بيزك فيرابل. يبقى طالما فيها بيزك فيرابل خلاص مش هنحط لها ارتفيشال. طب هنا هنا ده بالناقص، بالناقص، يبقى ماشي اهو السلاك فيرابل بالناقص، يبقى ده نحط له ارتفيشال فيرابل هنسميه ايه، واحد. طيب المعادلة دي بقى الأخيرة، المعادلة الأخيرة مالها؟ ما فيهاش بيزك فيرابل، أهو ده واحد وفي مش صفار، هنا ناقص واحد، ما فيش بيزك، ما فيش بيزك، ما فيش هاز نو بيزك، يبقى أحط لها ارتفيشال 2، يبقى هنا زائد A 2، يبقى زائد A 2، يبقى هنا المعادلة دي محتاجة ارتفيشال ودي ارتفيشال. طب وبعدين؟ أقوم جاي رايح لنفس الحتة دي، هي هي، ماشي، نفس الجزء ده هو هو، واعمل فيه ايه، ها، واقوم جاي عامل فيه ايه، اقوم جاي، ماشي، ضايف الاثنين دول اللي هم ايه واحد وايه اثنين، اضيف ايه واحد وايه اثنين اللي هم ايه يا جماعه، اللي هم الارتفيشال فيرابل. هنا هقول هنا ايه واحد، هنا اهو هضيف بقى هنا ايه واحد وايه اثنين، يبقى كان عندي اس واحد واس اثنين، ايوه، واضيف كمان هنا مين، ايه واحد وايه اثنين، كل ده اكبر من الزيرو، ادي حاجه. طيب ونروح للمعادله اللي فوق خالص اللي هي دي، خلاص، دي تمام، برضو هنضيف لها مين، الاي واحد والاي اتنين، بس ايه، مضروبين في ناقص ام كابيتال، والام كابيتال ده قيمه بوزيتيف لارج، ماشي، ناقص ام في الاي واحد، ناقص ام في الاي اتنين، بس يبقى كده احنا حولناها لايه يا جماعه، ها، حولناها الى الايه، الى التابلو فورم. يبقى اول خطوه حولناها للستاندرد، وبعد ما بحولها للستاندرد بحولها للايه، للتابلو فورم، الصوره التابلو، بين ستاندرد فورم للتابلو فورم. اوكي، فهمنا الطريقه. يبقى تاني بناكد لازم يكون حتى في الستاندرد فورم لازم تكون اطراف اليمين كلها موجبه، ادي حاجه، اللي فيها اكبر من اشيل بالناقص، اللي فيه اصغر من، اصغر من اضيف، خلاص. المعادله اللي ما فيهاش بيزك فيرابل، وفهمنا ازاي بيزك فيرابل، بقوم جاي حاصل لها ارتفيشال. المعادله اللي فيها سلاك بالناقص يعني سيربلس، اقوم جاي حاصل لها ارتفيشال.
خلاص، ويبقى هي دي في التابلو فورم. دلوقتي بقى هنخش مع بعض في مساله ازاي نحلها بالسمبلكس تابلو، باي سمبلكس ادي مساله اهي. يلا بينا نبص مع بعض. بيقول لي ماكسمايزر هو اكزامبل 2 3، هنمسح بقى دي خلاص فهمناها، عشان نحتاج المساحه دي هنكتب فيها، المساحه دي هنكتب فيها الجزء اللي جاي. موضوع جميل جدا وبسيط قوي قوي قوي. طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي بنحل المساله دي بالسمبلكس تابلو، بالسمبلكس ميثود. طيب اول خطوه طبعا بحطها في الستاندرد، ثم على طول في الايه، في التابلو فورم. طب الستاندرد زي ما احنا عارفين اهو، هنا ماكسمايز زد اهي نفسها، وهنا عندنا اول واحد اقل من، اكبر من، اكبر من. اه طيب حلو قوي، احنا اتفقنا مع بعض اكبر من اهي، اكبر من اقل من 50 يبقى هنضيف اس 1، المعادله الانيكواليتي الاولى هنضيف هنا ايه، اس 1. خلاص هنا هنضيف اس 1. طب دي هي دي اصغر من، ضفنا اس 1. طب دي اكبر من، ها دي اكبر من، هعمل ايه، ها هنشيل اس 1. الاخيره ديت اكبر من، يبقى هنشيل يعني هنشيل هنا اس 2 وهنا هنشيل اس 3. جميل جدا شلنا، بس ايه ده ست ربنا والجمال، ان هنا في زيرو وهنا في زيرو. هتقول لي الله، طب هنا في ناقص يبقى محتاجين ارتفيشال، وهنا في ناقص محتاجين ارتفيشال. لو ضربت في ناقص هنا دي هتبقى موجبه ودي هتبقى موجبه، والحسن الحظ ان هنا في زيرو، تعرفوا لو هنا في رقم هيبقى بالناقص، مش هتنفع، لان احنا قايلين سواء في الستاندرد فورم او في التابلو فورم لازم يكون الليفت هاند سايد موجب، لازم. بس لاجل ستر ربنا هنا ايه؟ اه هنا دول في اصفار، يعني لو انا جيت هنا وضربت دول في ناقص دي مش هتتغير، هتبقى زيرو برضه، يعني هخلي دي هنا ناقص وهتبقى هنا دي زائد، وهتبقى دي هنا زائد، وهتبقى دي زائد. كده انا تجنبت ان دوت ايه؟ احط له ارتفيشال، انه اصبح بالزائد. نفس القصه هنا، هقوم جاي ضارب ده في ناقص، وهنا ده في ناقص يبقى زائد، وده يبقى هنا زائد، وهنا ده مش هيتغير. كده اصبحت ايه؟ كده اصبحت برضه في التابلو فورم. ليه؟ مش محتاج احط ارتفيشال. اصبح ده بيزك فيرابل، وده بيزك، وده بيزك، كل واحده فيهم بيزك. اهو هنا في واحد ما ننساش، يبقى هنا فيها بيزك. وهنا في واحد واللي تحتيه اصفار، هنا في زيرو وهنا في زيرو اهو. وهنا في واحد، هنا في زيرو، وهنا في زيرو اهو. وهنا في واحد، وهنا في زيرو، وهنا في زيرو. جميل جدا. طب نرجع بقى للمعادله الاصليه دي، نضيف لها ها زيرو اس 1 وزيرو اس 2 وزيرو اس 3، كده بقت في الستاندرد فورم والتابلو فورم كمان. وطبعا اكس 1 اكس 2 اكس 3 واس 1 واس 2 واس 3 اكبر من الزيرو. طيب ازاي بقى، هو ده اللي جاي، ازاي بنقوم جايين رايحين للتابلو فورم بقى، والتيبل بيتعمل ازاي، التابلو بتاعي بيبقى ايه اللي هو السمبلكس تابلو بيتعمل ازاي. ما ننساش يا جماعه هنا هنحط بقى مين، الاس 1 والاس 2 كل ده ايه في الحته دي، ما ننساش هم موجودين، لازم اعملهم بالاحمر عشان يبان. طيب بنيجي بقى نعمل التابلو بتاعنا بالمنظر ده. بصوا بيتكون ازاي، اول حاجه بكتب هنا اكس 1 اهي، هنا اكس 1 اهي، وهنا اكس 2، وهنا اكس 3 اهو، الثلاثه دول ماشي. وبعد كده اس 1 اس 2 اس 3، هنا اس 1 اس 2 اس 3. هنمشي مع بعض بالراحه عشان نفهم ازاي السمبلكس تابلو بيتعمل لغايه لما نوصل للحل بتاعنا. اوكي بكتب دول كده، ويا ريت اقوم جاي عامل هنا كده عواميد افصل بينهم عشان اشوف كل حاجه مظبوطه. خلاص كده تمام، حلو قوي، يبقى اول خطوه دي. طيب وبعدين بكتب هنا الليفت هاند سايد بسميه بي، الليفت هاند سايد بسميه بي، وهنا بكتب حاجه اسمها الريشيو. الريشيو جميل جدا. باجي هنا بكتب حاجه اسمها السي بي، كوفيشنت اوف بيزك فيرابلز. خلاص طيب جميل جدا. واجي بقى هنا اعمل ايه، بصوا كده معايا، باخد ماشي بكتب هنا السي بي، بس بكتبها هنا بعيد شويه كده، السي بي يعني كوفيشنت اوف بيزك فيرابلز، كوفيشنت اوف بيزك فيرابلز هنا، ما ننساش دي الحته دي كده، ده عمود بتاع الاكس 1، هنا coefficient of basic variable، وهنا كده بكتب ايه، ده اول حاجه بكتبها. يبقى هنا تاني واحد، تاني مع بعض، اكس 1 اكس 2 اكس 3 اس 1 اس 2 اس 3 بي،
البي ده الاي الرايت هاند سايد وهقول لكم عن ايه الريشيو. طيب بكتب هنا في الخانه الاولانيه دي هكتبها باللون الاسود ماشي، اللي هي معاملات الزد زي ما هي قدامي 12، هنا في 12 اهي، 18، 10، يبقى دي معاملات الزد في مين؟ وعايز نشوف معاملات الزد في الاوبجكتيف فانكشن. وبعد كده هنا في هنا زيرو وهنا زيرو وهنا زيرو، تمام كده؟ طب دي اسمها ايه؟ معاملات الزد. تعالوا بقى بعد كده نخش على معاملات الاكس واحد، كل واقف في الاول كونسترينت، تاني كونسترينت، تالت كونسترينت. اول كونسترينت يلا بينا، اتنين هو ده، بص اتنين تلاتة أربعة واحد، اتنين اهي، اتنين تلاتة أربعة واحد، بعد كده زيرو زيرو أهم، الليفت هاند سايد هنا الناحية التانية ماشي كام؟ 50. ده كده أول كونسترينت. هنخش على الكونسترينت التاني، هنا ناقص واحد، خلي بالكم هنا في ناقص واحد، ركزوا معايا، ماينس 1 أهو ناقص واحد، ده الكونسترينت التاني. بعد كده في واحد، وبعد كده في واحد، وبعد كده هنا في زيرو، تمام كده؟ احنا في التاني، كونسترينت التاني زيرو، بعد كده في واحد، وبعد كده زيرو اهو، وبعد كده هنا في الزيرو اللي تحت الخمسين اهو، اخر واحد الكونسترينت الاخير. لاحظوا هنا بادئ اكس اتنين، يعني مفيش اكس واحد، لا هو فيه بس هنا زيرو، بقى احط هنا زيرو، يبقى احط هنا زيرو، خلاص هنا ماينس 1، هنا 1.5، هنا 1.5، هنا زيرو، هنا زيرو، هنا واحد بتاع اس 3، والسايد هنا كام؟ اللي تحت 50 زيرو. لو هنا في مثلا 9 احط 9، 8 احط 8، زيرو احط زيرو اهو، واقوم جاي عامل خط هنا بالاخضر كده اهو، هعمل خط هنا بالاخضر، ده اسمه ايه؟ الانيشيال ها سمبلكس تابلو، اول واحد اللي هو بينقل الصوره دي هنا بالظبط، ماشي يا ابطال؟ ماشي تمام تمام. طيب هنا بقى في حاجه اسمها بيزك فيرابول، هنا في حاجه اسمها البيزك فيرابول، هنا في حاجه اسمها بيزك فيرابولز. ايه هم البيزك فيرابولز؟ ها الوحيد اللي تحتيهم اصفار اهو، ادي واحد وتحتي اصفار، اسمه ايه ده؟ اكتب اس واحد. طب هنا في واحد اهو فوقيه وتحتيه اصفار، يبقى مين ده؟ اسمه اس اتنين. طب هنا واحد وفي اصفار، يبقى ده اس تلاتة، خلاص ده اسمه بيزك فيرابل. بكتب هنا الكوفيشنت اوف بيزك فيرابلز، المعاملات بتاعتهم. طب فين المعاملات بتاعتهم في المسألة نفسها؟ زيرو 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 اهم، زيرو اهم، زيرو زيرو زيرو، معاملاتهم هنا اللي بالاسود اهم، ويا ريت فعلا احطهم بالاسود عشان نفتكر اهو، احطهم بالاسود، احطهم بالاسود هنا عشان نفتكر اهي، زيرو 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 اهو. طب وبعدين بعمل خانه جميله جدا هنا بسميها زد جي، هنا زد جي وتحتيها سي جي ناقص زد جي، وهنشوف بيجوا ازاي. طب يلا نشوف دول بيتعملوا ازاي. ايه هنا الزد جي؟ ماشي خلاص، ادي الزد جي ماشي، بضرب بضرب، اجيب ده ازاي؟ اضرب ده في ده وده في ده وده في ده، هيبقى اصفار اصفار اصفار، لان هتضرب ده في صفر، بصوا صفر في ده ماشي، يعني هنا هنا ده جه ازاي؟ صفر في ده، صفر في ده، صفر في ده، زيرو، اجمع صفر في ثلاثة، صفر في واحد، صفر زيرو، هيبقى واضح كله اصفار. ليه؟ لانك بتضرب كله في صفر، كله في صفار، يبقى كله صفار، تمام؟ طب سي جي ناقص زد، فين السي؟ اهي 12 ناقص صفر هيبقى 12، 18 ناقص صفر 18، 10 ناقص 0 تبقى 10، 0 ناقص 0 هيبقى 0، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0 ناقص 0 اهو. يبقى انا كده عملت ايه؟ اول حاجه. طب جميل قوي، هبص في دول بقى في العمود اللي تحت، في الصف اللي تحت ده،
اشوف فيه مين اعلى بوزيتيفيتي، مين فيهم ويز موست بوزيتيفيتي. فهمنا ده ازاي؟ ده الانيشال ايه؟ سيمبلكس تابلو. اعلى بوزيتيفيتي فين؟ ال 18. حلو. اقوم جاي داخل على العمود بتاعها. يبقى هنا هعمل كده ستار عند العمود 18. اشمعنى خدت ال 18؟ هنا في 10 وهنا في 12 اصفار. باخد اعلى بوزيتيفيتي، اعلى بوزيتيف. 18 اعلى من 12 احلى اعلى من 10. ال 18 اكبر من 12 اكبر من 10. حلو. هاخد ال 18. هخش على العمود ده. اللي فيه ناقص مالكش دعوه بيه، دول اللي فيهم موجب. ايوه. تقوم جاي ماسك الرقم 50 قسمه على 2. قسمه على 3 ولا ايه؟ 50 هتقسمه على ايه؟ ال 3. وهنا 0 على 1 يبقى 0. يبقى هنا طبعا 50 على 3. ماشي؟ هي طبعا 50 على 3 رقم اكبر من 0 على 1، لان 0 على 1 0، يبقى ده الاقل، يبقى هاخد ده. ده بنسميه ايه بقى يا جماعه؟ بنسميه بيفوت اليمنت. بنسميه ايه يا ابطال؟ بيفوت اليمنت. دلوقتي بقى انا مش محتاج للرسمه دي خالص دلوقتي. نحفظها كده قدامنا ونسيبها. طب ده واحد. البيفوت اليمنت اعمل ايه؟ بص بقى هعمل ايه؟ احاول اخلي ده صفر وده صفر. طب نحط بقى في دماغنا هنعمل ايه؟ عشان اخلي ده زيرو هضرب ده في ناقص 3 واجمع ده. في مخي بقى انا هعمل جدول ثاني وهنشيل دلوقتي. وهجمع ده مع ده. خلاص؟ تاني. هضرب ده في مخي في ناقص 3 واجمعه على ده. في مخي في ناقص 3. طب يلا بينا كده نعملها مع بعض. وايه؟ بدل ما نقعد نعمل تيبل ثاني، يلا مع بعضينا بالراحه نحط الخطه بتاعتنا. ها؟ هنضرب دوت في 3 كده ونضيف في ناقص 3 وليه؟ في ناقص 3 ونضيف على اللي فوق. وهنجمع ده مع ده. اديشن عادي. يبقى ده هينضرب الصف ده كله هينضرب في ناقص 3 ويتجمع على ده. طيب يلا بينا. في ناقص 3، خلي بالك في ناقص 3 هيبقى هنا ده 0. أهو. طب ده اتضرب في ناقص 3 بقى 3 و2 بقت 5. بقت 5. ده اتضرب في ناقص 3، ها؟ في ناقص 3 واتضاف على 4 بقت ناقص بقت 1. بقت هنا في 1. ده اتضرب في ناقص 3 واتضاف مش هيتغير، في ناقص 3 و0 بقت ناقص 3. بقت ناقص 3. طب ده في ناقص 3 واتضاف على ده، ده ده في ناقص 3 واتضاف على ده مش هيعمل حاجة. سيبك بقى من دول خلاص، دولهم انتهى. طب كده احنا ايه؟ طب هنا بقى ده اتضرب في كام قلنا؟ هنضرب ده في كام؟ اه ده عملناها خلاص تمام. طيب عملناها عشان ما نقعدش نرجع تاني. طب انا عايز اخلي ده زيرو. هجمع ده مع ده. اه بص بقى بجمع الصف ده مع ده. هيبقى هنا ناقص واحد بقى. يبقى هنا في ناقص واحد. بجمع ده مع ده بقت اتنين ونص. اتنين ونص اهي. اتنين ونص. بجمع ده مع ده، بجمع ده مع ده بقى ده واحد. بجمع ده مع ده واحد، بجمع ده مع ده زي ما هي، خلاص؟ جميل قوي. تعالوا بقى نشوف بقى مين بيزك ومين نون بيزك. العمليه اتغيرت. العمليه دلوقتي اتغيرت. ماشي خلاص شلنا بقى ده كده. اه بقى في بقى حاجات بيزك وحاجات نون بيزك. ماشي وهنشيل بقى دول. هنشيل دول وهنشيل بقى دول لان دول هيجوا حاجه جديده. هنشوف بقى ايه الجديد دلوقتي. يلا نشوف ايه اللي هيحصل. فين البيزك؟ فين البيزك؟ اه اللي عنده واحد وتحتيه اصفار. ادي واحد بيزك اهو. اللي هو ده واحد وفيه اصفار. يبقى مين دوت؟ اس 3. اس 3 ادي ده بيزك. مين كمان؟ ها؟ مين كمان بيزك؟ ادي واحد اهو. ادي دوت التاني اللي هو مين؟ اس 1. اس 1 ماشي كده. يبقى اس 3 اهو ماشي واس 1. مين كمان بيزك؟ ها احنا قلنا لما ضفنا هنا ده ده كان ده بقى زيرو على فكره. خلي بالك لما ضفنا ده ده كان هنا زيرو. ما ننساش ضفنا ده مع ده بقى ده زيرو. اه يبقى هنا اكس مين؟ هنا لما ضفنا ده مع ده بقى ده زيرو. نسينا ده مع ده فاكرين كان هنا ناقص واحد بقى هنا زيرو. وهنا بقى كام بقى دلوقتي؟ يبقى دوت مين دوت؟ اكس 2. اه اكس 2 افتكروا معايا كان هنا في واحد وهنا ناقص واحد فده هنا زيرو مش ناقص واحد.
طب جميل جدا. دلوقتي بقى احنا دلوقتي الحمد لله كده لقينا فعلا اس 1 واكس 2 واس 3 بيزك ماشي، عمليه عايزه بالراحه وبهدوء، دول البيزك. طب هنا بتكتب مين؟ الكوفيشنت اوف بيزك فاريبلز. يلا بينا نروح اس 1 معاملها زيرو اهو. طب اكس 2، اكس 2 18 خلاص. طب واكس واس 3 زيرو اهو. يا ريت نكتبهم بالاسود عشان نفتكر ان دول متاخدين هنا. اس 1 اهي زيرو، هعملها بالاسود اهي بالاسود زيرو. اكس 2 18 اهي معاملها هنا. اس 3 زيرو اهي. طب يلا بينا نعمل نفس الحركه، يلا بينا نعمل نفس الحركة. هنمسح بقى دول قلنا عشان هنضرب جديد، ضرب جديد وشغل جديد وعملية جديدة خالص. يلا بينا. ها العمود ده بيجي ازاي؟ ده فده وده فده وده فده. 0 في 5 0، 18 في ناقص 1 ناقص 18 اهي ناقص 18. طب هنا 0 ناقص 18 0، يبقى هنا 18. هنا 0 18 0 يبقى هنا 18. هنا ده في ده 0 0 0 0. هنا 0 18 و 0 18. هنا اصفار اصفار اصفار، حلو قوي. طب هنقول بقى ها ده ناقص ده، الاسود ناقص الاسود، 12 ناقص ناقص 18. فتحوا عينيكم فتحوا عينيكم. 12 12 الاسود اللي فوق ناقص ناقص 18 يبقى زائد 18 تبقى 30. حلو. طيب 18 ناقص 18 0، 10 ناقص 18 ناقص 8، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 18 ناقص 18، 0 ناقص 0 0. حلو جميل قوي. فين الموست بوزيتيفيتي؟ مين اكبر بوزيتيفيتي هنا؟ ده ناقص وده ناقص وده زيرو، ده يبقى هو ال 30، يبقى هو ده الستار، ده العمود بتاع بنسميه البيفوت كولم، البيفوت كولم. جميل حلو، هو ده العمود. لما تلاقي دول بالنواقص مالكش دعوه بيهم، ما ينفعش تتعامل معاهم. هتقول لي طب ما الصفر لا، لما يكون هنا ناقص ما بناخدهمش. ناخد بقى ده 50، ما فيش الا ال 50 على مين؟ على الخمسه 10. يبقى هو ده البيفوت ايه؟ ده هيبقى هو ده البيفوت بتاعي. طب اعمل ايه؟ ده خمسه مش واحد. يعني هو ده البيفوت بتاعي، جه لي البيفوت اللي فيهم ناقص ماليش دعوه بيهم. اللي فيهم ناقص ما تبص لهم ابدا. خلاص؟ هتقوم جاي رايح لمين؟ مفيش الا ده بقى، مفيش غيره. هتقارن بمين؟ ما هو مفيش غيره، يبقى هو ده، هو ده البيفوت. تعرفوا لو ده كان واحد كنت تقسم زيرو على واحد بقى زيرو، كنت تاخد مكاننا ده، لكن ده بالناقص وده بالناقص ما بصلوش. اللي فيهم نواقص لا، ما بصلوش خالص، كويس. مفيش بقى مين؟ الا الخمسه. يبقى هو ده البيفوت رو، الصف بتاعه. طب بس دي خمسه، انا عايزها تبقى واحد، يبقى اقسم كل دول على خمسه، كل دول. يلا نقسم كل دول على خمسة. اقسم ده على خمسة، يبقى خلي بالك بقسم على خمسة كل الصف ده، بقى ده على خمسة يبقى هنا فيها واحد، بقى هنا في واحد. تقسم على خمسة، طب ده واحد على خمسة بوينت تو، بوينت تو. واحد على خمسة بوينت تو، ده على خمسة تبقى بوينت سكس، ناقص بوينت سكس. على خمسة زيرو، على خمسة تبقى عشرة. بس حلو، عايز اخلي اللي تحتيه اصفار، هضيف ده على ده واضيف ده على ده. يلا بينا، يبقى هنعمل الحركه كده. بصوا معايا اهي البيفوت رو اهو، يبقى هنضيف دوت على اللي بعده وده على اللي بعده، اضافه ادينج ادينج، لان هنا ناقص واحد ناقص واحد. يلا اضافه، هنضيف الصف ده على ده. طبعا دول بقى هيتمسحوا دلوقتي، لان دول هيبقوا حاجه جديده، خلاص هيتغيروا دلوقتي حالا، ماليش دعوه بيهم. يبقى هنضيف ده على ده، بقى ده زيرو اهو زيرو. هتضيف زيرو على واحد مفيش حاجه، هنا بوينت 2 واحد بقت 1.2، بقت 1.2. هتضيف ده على ده بقت 0.2. هتضيف ده على ده
يبقى 0.4 هتبقى هنا، لان واحد هتلاقي هنا 0.4. طب ده على ده، ده على ده يبقى هنا تاني. حلو، هنضيف برضو ده على ده يبقى ده زيرو اهو، هتضيف ده على ده يبقى هنا زيرو، هتضيف ده على ده بقت 2.7، هتضيف ده على ده بقت 0.2، هتضيف ده على ده بقت 0.4 برضو. طيب هتضيف ده على ده، هتضيف ده على ده بقى ده تاني. حلو جدا، فين البيزك فيرابلز؟ يلا بينا. اول واحد اكس 1 اهو، واحد وتحتي اصفار. يلا شرفت يا معلم. اكس 1 اهو، يبقى هنا اكس 1 بيزك. مين ده؟ اكس 2، جميل. ومين ده؟ اس 3. هم دول البيزك فيرابلز. طب بنعمل ايه في الخانه دي؟ ها، بجيب معاملتهم من هنا. فين معامل اكس 1؟ 12. فين معامل اكس 2؟ 18. فين اس 3؟ 0. بس كده. طب يلا بينا نكون التيبل اللي تحت. الاسود اللي بيجي منين؟ بعملهم بنفس اللون، اللي بيتضربوا في بعض ويتعاملوا في بعض بعملهم بنفس اللون. يلا بينا. واحد يقول الله، واحنا هنقعد نعمل كده لغايه امتى يا دكتور؟ هقول لك حالا، مش هنقعد نعمل كده لغايه المغربيه، ما تخافش. العمليه هتقف حالا دلوقتي، بص معايا. يلا بينا. 12 في 1 ب 12، 0 0 يبقى هنا 12. 12 في 0 0، 18 في 1 18، 0 يبقى ده في ده ب 0، ده في ده ب 18، ده في ده ب 0 يبقى مجموعهم 18. طيب هنا ماشي كده 18، هنا اضرب بقى ده في ده وده في ده وده في ده واجمع بسرعه. هيبقى هنا 12.2 عشان نعملها انا على طول، هتبقى هنا 18، هنا 0.2، هنا هتبقى يا سيدي 18 دي 24، اجمعهم وشوفها كده ورايا، ودي هتبقى 6، اجمعهم 12 في 0.2 و 18 في 0.2 و 0 يبقى 6. اخر واحده ديت اللي بعد السته هتبقى هنا 0، عشان هنا دي 12 في ده و 18 في ده ضد بعض، وده 0 يبقى هنا ده 0. اجمع اضرب 12 في ناقص 0.6 و 18 في 0.4 واجمع يطلع 0، عشان هنا في 0 خلاص، لان 0 في 0.4 0، فهتضرب دول ده في ده بس، ده في ده وده في ده، وتجمع بالكالكوليتور. هنا اضرب بقى دول 0 0 0 0. حلو الكلام، حلو الكلام قوي قوي قوي. طيب ماشي كده سهلة ولا صعبة؟ أظن كده سهلة جدا جدا جدا. ماشي أبطال؟ طيب تعالوا شوف بقى ديت، دي كام؟ هنا ده ناقص ده، 12 ناقص 12 صفر، 18 ناقص 18 صفر، 10 ناقص 24 ناقص 14، 0 ناقص 6 يبقى ناقص 6، 0 ناقص 0 صفر صفر. هل هنا في حاجة بوزيتيف؟ مفيش، كلهم نان نيجاتيف، يا زيرو يا نيجاتيف. ماشي؟ قصدي نون بوزيتيف، نون بوزيتيف. طالما لقيت الخانه الاخيره دي مفيش فيها بوزيتيف، يبقى انت وصلت للاوبتيمال سوليوشن. وصلت لمين؟ للاوبتيمال سوليوشن. ويبقى الحل هو مين؟ الحل اللي احنا وصلنا له دلوقتي. ماشي؟ اللي احنا وصلنا له الان، ايه هو الحل؟ اللي هو اجمع 10 و10، هنا بقى هتضرب 12 في 10 و18 في 10 و0 في 10. 18 في 10 بكام؟ 12 هنا 12 في 10 ب 120، و18 في 10 ب 180، تجمع دول يبقوا كام؟ 300. يبقى هو ده الاوبتيمال سوليوشن. يبقى الاوبتيمال سوليوشن زد قيمتها 300 لما تكون اكس 1 ب 12 واكس 2 18، واكس 2 18، تبقى اكس 3 ب 0. ليه اكس 3 ب 0؟ لانها نون بيزك، لان البيزك دول اي نون بيزك ب 0، ويبقى اللي مش موجود هنا ب 0. اكس 1 اكس 2 بيزك موجود قيمتهم، يبقى اكس 3 بكام؟ ب 0. ارجع للمساله الاصليه، 12 في كام؟ ماشي، اكس 1 ب 12 وعندك دي كام؟ 18. ماشي، اكس 1 جبناهم واكس 2 جبناهم، والقيمه كام؟ 100 وكام؟ يبقى 300. يبقى الاوبتيمال سوليوشن يطلع كام يا جماعه؟ زي ما جبناها دلوقتي. اوكي، وضحت الفكره؟ تمام.
تمام اوكي. دي طبعا هنا اكس 1 12 ده الكوفيشن بتاعها، لكن القيمه بتاعتها هنا جت كام؟ هتبقى هنا 10. اوكي واضحه؟ هتبقى قيمتها 10 اكس 1 ب 10 اكس 1 قصدي ب 10 هنا القيمه اللي جات لك هنا سوري 10. خلي بالك هنا دي ب 10 وهنا ودي هنا جت ب 10 برضو ماشي. ويبقى كده احنا خلصنا المساله ماشي. القيمه اللي هنا اللي جات لنا هنا اهي اكس اكس 1 ب 10 واكس 2 بكام؟ ب 10 اوكي. واكس 3 ب 0. الواحد يقول اكس 3 ب 0 ليه؟ لان مش موجوده هنا، لانها هتبقى نون بيزك خلاص. عوض فعلا اكس 1 ب 10 يبقى 120، اكس 2 ب 10 تبقى 180، اجمع يبقى 300. حط اكس 3 ب 0 لان هنا اكس 3 ب 0 لان اكس 3 مش موجوده في البيزك. وكده يبقى احنا حلينا المساله. شفتوا فكره سهله وجميله؟ اسمعوا الفيديو بالراحه، موضوع لذيذ بسيط جدا جدا جدا. اوكي الله يعطيكم العافيه.